باعتبار أنني كنت أستاذ متقاعد وكنت في مصلحة شؤون تربوية ونشط مؤسسة تعليمية. السؤال عندك ذو وجهين، يعني واش أنا مستعد أو لم مستعدش؟ لا، أنا مسؤولية ديال الوزارة الوصية، يعني أنا ما يمكنش ليا نسمح للوزارة أنها تطلب مني نصيفط وليداتي للمؤسسة وهما كيعرفوا بأنهم غادي يتصابوا. إذن المسؤولية تتبقى عليهم، ممكن ليا نتابعهم. إذن أنا مع التوجيهات والتوصيات اللي كديرها الوزارة الوصية، يعني إذا كان شافوا بأن راه ممكن الوليدات يمشيوا للدراسة حضورياً، فأنا بطبيعة الحال أنا غنبغي وليداتي يمشيوا حضورياً. أما إذا كانوا كيشوفوا بأنه من الأحسن الوليدات تجنباً للأضرار ديال هذه الجائحة هذه أنهم يقراوا عن بعد، فأنا كنطلب من السلطات المحلية الوصية على أنه توجد شي طريقة أو شي نظرية أو بيداغوجية لهذا التعليم، لأنه هذه الجائحة هي مفاجئة، هي مفاجئة بمعنى كاين واحد النسبة ديال الفشل بالنسبة لهذا التعليم عن 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 بعد، فهمتي؟ إذا أنت خصهم يعرفوا بأنه كاين عدد كثير ديال الوليدات اللي ما تستافدوش من هذا التعليم عن بعد، نظرا لغياب الإمكانيات، نظرا لعدم التواصل ديالهم. خصك لما تبغي دير شي حاجة خصك دير تكوين، تدريب، وحتى الأساتذة نفسهم جاهم هذا الشيء غريب ديال التعليم عن بعد. وكنتمناو الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذه الجائحة وتنجي بلادنا، وكنعرفوا بأن المغرب راه خاض واحد المرحلة أو أولى في التصدي لهذه الجائحة. كنتمناو على الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء ويرجعوا وليداتنا للدراسة ديالهم الحضورية، لأن دائما الدراسة حضوريا تتكون أغنى وأرقى وأجدى وأهدف. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.